يعني ايه توزيع موسيقي؟ يعني ايه توزيع موسيقي؟ انت عزفت يا بتاع البيانول وجعت دماغنا. اهلا بيكم. ناس كتير بتبعت لي اسئله خاصه بالتوزيع الموسيقي داخل فيها موضوع هندسه الصوت. احنا شرحنا قبل كده في حلقه ياريت تتابعوها الفرق بين المؤلف والملحن والموزع بالنسبه لعمل فني. بس احنا النهارده بقى هنشرحه بطريقه عمليه، يعني احنا هنوري بالفعل ايه هو الفرق ما بين الراجل مهندس الصوت وما بين الراجل موزع الموسيقي. يعني ايه موزع موسيقي اصلا؟ طب انت محتاج تبقى ايه عشان تبقى موزع موسيقي؟ هل يبقى عندك جهاز كمبيوتر مثلا وشويه سوفت وير وخلاص هتبقى موزع موسيقي، ولا ده مهندس صوت، ولا مهندس الصوت وموزع دول قصص تانية، ولا هما الاثنين ما ينفعش بس يبقى عندهم اجهزه؟ فاحنا هنفهم دلوقتي القصه بطريقه عمليه. الموضوع ده بدايه لسلسله من الحلقات هنعملها ابين لكم فيها تجربتي الشخصيه. وطبعا المجال ده ما فيهوش صح وغلط، هو مجال كل ما انت تبحر فيه كل ما هتتعلم اكتر، وكل ما انت هيبقى عندك امكانيات اكتر وتقدر تعمل حاجات احلى واحلى مع الوقت. يعني الحاجات اللي انا عملتها من 15 سنه مثلا غير الحاجات اللي انا ممكن اعملها دلوقتي. يعني كل واحد منا بيبقى عنده حصيله تجارب وحصيله خبرته وحصيله حاجات هو عملها نفعت، حاجات عملها ما نفعتش، ويبتدي يكون الكلام ده ويعمل لنفسه تجربته. بس طبعا لازم الاساسيات تكون موجوده. ناس كتير بتخلط مين مهندس الصوت او الفني بتاع الصوت وما بين الموزع الموسيقي، بحكم ان الموضوع دوت في بلادنا بيعمله شخص واحد اللي هو الراجل اللي قاعد في الاستوديو، واخد بالك، هو اللي بيقوم بالليله يعني، واخد بالك. فغالبا اللي بيقعد في الاستوديو ده بيبقى عنده علم موسيقي كبير جدا، بيبقى انك انت تتعلم الجزئيه بتاعه تقنيه الصوت، ازاي تاخد تيك صوت صح وازاي الكلام ده كله، ده مش صعب يعني، ده انت ممكن تاخده يعني بكورس في 3 4 اشهر تبقى تمام التمام فيه، وتقدر تسجل اي اله او اي بند او اي موضوع، واخد بالك. فواضح ان في قابليه لان ناس تبقى فاهمه مزيكا كويس جدا، بتعزف مزيكا وبتوزع اعمال فنيه، هنفهم يعني ايه توزيع دلوقتي، يقعدوا في الاستوديو ويدرسوا هندسه صوت ويبقوا هم بقى الكل في الكل في الاستوديو. يعني بمعنى ادق بيجي له الراجل المطرب بلحن عباره عن خط لحني، واخد بالك، والخط اللحن ده بيتقلب لعمل فني متكامل بما فيها اصوات بشريه واصوات الات واصوات الكلام ده كله. الراجل ده بيقوم بالموضوع ده كله مع طبعا مساعده الناس اللي موجودين مساعدين في الاستوديو، واخد بالك. العكس مش صحيح، مش انك انت تبقى فني صوت وانك انت تتعلم ازاي تركب مايكات وتخلي الناس تحط المايكات في المكان اللي انت عاوزه بحيث ان انت تاخد التيك صح وبعد كده تحطه على حصاله او تحطه على مكان تخزين وخلاص. ده مهندس الصوت وظيفته بتنتهي لحد هنا. مهندس الصوت وظيفته انه ينقل لك الصوت بافضل امكانيه ممكنه بحيث توصل لك الصوت بامانه الى مكان متسجل عليه الصوت ده. العمل بقى الفني نفسه ده قصتك انت، مش قصته هو. انت هتجيب ملحن وراجل موزع وهتجيب مش عارف ايه، دي كلام ده. كمان مهندس الصوت امتدت وظيفته كمان الى ما بعد هذا، ان بعد ما الراجل الموزع بيحط رؤيته الفنيه على العمل ويتوزع والكلام ده كله يبقى الالات كلها مظبوطه، مهندس الصوت يقول في حاجه هنا مثلا التردد ده عالي شويه هنا، مخلي الصوت مش حلو، تردد صوت المطرب مش باين هنا، اختفى وسط الهيصه دي لان عنده الات كذا 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 كذا، الالات ديت الترددات بتاعتها عاليه بتخبي صوت المطرب، فالحل ان احنا نعمل ليه حلول بقى. ده بقى بيسموه هندسه الصوت نفسه، مش الهندسه بتاعت فنيه الصوت بتاع الاستوديو، انك انت ازاي تسجل تيك صح وازاي تركب المايك والمايك ده لو حطيته فين يدي لك نتيجه ايه، ولو حطيته فين يدي لك نتيجه ايه، وتسجل ازاي درامز، ازاي تسجل صوت بشري، ازاي تسجل كيبورد. الراجل بقى بتاع الانجينيرنج بتاع الساوند نفسه، الفيزياء بتاعت الصوت نفسه، ده بقى ليفل تاني خالص، ده اعلى يعني من اعلى ليفلات مهندسين الصوت. بتبقى ودنهم من ذهب طبعا، بتبقى خبرتهم عاليه جدا، بتبقى دراستهم للسوفت وير وللهارد وير اللي بيشتغلوا عليه اعمق من الراجل اللي بيحط المايكات دوت ويركب الاجهزه في الاستوديو. الراجل دوت بيستعملوه في حاجه اسمها الماسترنج، الاخراج النهائي للعمل، اللي بيطلع لك العمل من مجرد عمل لواحد هاوي صوته حلو وخلاص الى عمل يتذاع في الراديو، يعني تسمعه فعلا الكواليتي بتاعته كواليتي اف ام، كواليتي اذاعه بتاعت بي بي سي مثلا، واخد بالك. دي ليفل تاني بنطلع منه خالص اللي هو مهندس الماسترنج.
مهندس الماسترنج مش شرط يكون عنده معلومات موسيقيه جامده قوي يعني، واخد بالك، بس لازم يكون برضو فاهم الالات دي بتعمل ايه واصواتها، وايه الاصوات الحاده في الالات والاصوات الغليظه والترددات بتاعتها شكلها ايه والكلام ده كله. وكمان يكون ملم بحاجات كتيره بتطلع خاصه في السوفت وير، يعني حاجات كتير بتنزل على السوفت وير تضيف حاجات ما لهاش علاقه بالموسيقى، ليها علاقه بالفيزياء، واخد بالك، فيضيف الحاجات ديت على الميكس. زي ما تقول انت بتحط شويه ملح، تحط شويه فلفل على طبيخ مثلا، واخد بالك، الطباخ يحط شويه ملح شويه فلفل شويه بهارات، ايه البهارات دي؟ ميكس بهارات، ميكس من حاجات معينه، يحط دي على اللحمه الضاني بس ما يحطهاش على اللحمه البتلو، ويحط ديت على الفراخ بس ما يحطهاش على اللحمه، واخد بالك، فيبقى في كل حاجه ليها الوصفه اللي بتطلع جمال النوع معين من الاكل. هو بالظبط كده في هندسه الصوت. طبعا بالنسبه للاكل مفيش حد ما يعرفش الاكل، مش كده ولا ايه يا استاذ؟ نبدا مع بعض. انا بدات بخط لحني للحن معروف عندنا، اعتقد الملحن داود حسني، من ما يشبه قرن من الزمان على هذا اللحن. فنسمعه اللحن كلنا يعني سمعناه واحنا صغيرين، يا ماما بيضة ومنين اجيبها، طارت يا نينا عند صاحبها. هي اغنيه غزل بس على لسان طفل صغير يعني. فانا من سلم دو ماجير عملت الغنوه بتاعتي. تمام كده، نسمع اللحن ده. لحن فردي جميل جدا، خط واحد بصباع واحد على البيانو، على الجيتار، على اي آلة. انا طبعا بستعمل الكيبورد هنا عشان هيسهل لي حاجات كتيرة هنعرف دلوقتي هنعملها ازاي. لو انا ضفت هاربوني للبيانو، يعني بمعنى ادق، فاحنا هنضيف الخط اللحن بتاعنا هيبقى بالمنظر دوت. مجرد ان انا ضفت اللحن الاساسي مع الكوردات بتاعتي، وهي الكورد الاولى خمسة الستة، وساعات برجع الرابعة خمسة أولى. عرفت ده الكلام ده كله من دراستي للهارموني، سلم دو ماجير الأولى، الدرجة الأولى في إيه، الدرجة الرابعة، الدرجة الخامسة، الدرجة الستة، وبركب الهارموني على الأساس دوت. طيب عظيم جدا، إزاي بقى أقلب اللي إحنا سمعناه دوت، اللحن البسيط دوت لده؟
نبدأ مع بعض الحكاية؟ نبدأ الحكاية. أول حاجة، أنا اللحن بتاعي عملته على آلة حادة، هي دي الآلة اللي هتغني معايا، وهي الفلوت. اخترت الفلوت لأني بحب صوته، وده اختياري أنا كموزع موسيقي. ولكن مع الفلوت لما نسمع الأول صوته الأول هيبقى صوته كالتالي. فصوته هكذا، الفلوت صوته جميل جدا، وهو دوت اللي هيبقى اللي بيعبر عن اللحن معايا. فانا بدأت اول تراك ركبته، الناس هتستغرب، مش طبعا عملت الدليل بتاعي بتاع الفلوت ده اللي هو هيبقى اللحن بتاعي، ولكن اول تراك من التراكات البيز، الكونترباس، آلة الكونترباس اللي أغلظ آلة من آلات الأوركسترا. طبعا أنا عندي كتاب عن الأوركسترا وآلاته، فأنا قريت الآلات بتاعة الأوركسترا اللي أنا أحب إنها تبقى موجودة. استعملت الأوركسترا بتاعتي، هي البرنامج المجاني اللي احنا نزلناه في الحلقة اللي فاتت، أوركسترا كامل مجاني في الكمبيوتر، هو دوت اللي احنا استعملناه. ما استعملتش حاجة خالص في الموضوع دوت غير السوفت وير بتاعي بتاع الدي اي دبليو دوت. احنا نزلنا قبل كده برضو حلقه فيها سوفت وير مجاني، يعني كل اللي انت شفته النهارده دوت مجانا. نشوف عملناه ازاي بقى. ده خط البيز بتاعي، خط البيز بتاعي اللي هو اللي انا قلت لكم بدات ركبت الاول صوت الكونترباس، هو اغلى صوت عندي دلوقتي في الاوركسترا. عمل الايقاع ده معايا، ده دم 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 دم، غير الكورد لان انا عملت النوته والخمسه بتاعتها، النوته والخمسه بتاعتها. لو انا كبرت زي ما انتم شايفين كده دوت النوت بتاعتي زي ما احنا عملناها. البيانو رول بتاعي دوت اللي هو مبين لي النوت بتاعتي على البيانو، يعني انا بدات هنا سول، السول ديت فضلت سول زي ما هي، بس من الدو اللي كانت كورد دو ماجير طلعت على الريف، فالسول ده بقى سول ماجير، واخد بالك؟ لازم تبقى عارف انت بتعمل ايه، بتحرك خط هارموني ازاي، فالنوتين مع بعض يعملوا نوتين من كورد ايه. لازم تبقى عارف القصة دي علشان تركب الموضوع ده كله ويبقى طعمه حلو، يبقى شيك، شكله حلو كده وطعمه حلو ويلايق على الكورد. فانت عارف الكوردات ماشية ازاي، بتحرك ازاي، وبتحرك البيز عشان يمشي مع الكوردات ديت. فنسمع تاني ايه الكونتر باس بتاعنا اللي انا حطيته. هننقل على كل التراك عشان تشوف النوت بتاعته. النوت اللي تحت ديت دي نوتة الاولى وخمسة بتاعتها، او ساعات بحرك الخمسة فوق شوية لما تمشي مع الكورد تاني، او ساعات احرك البيز لو كان هينقلني على كورد تاني. فانا بمعرفة اللحن، الخط اللحن نفسه، فانا ماشي بالكونتر باس بحيث انه يعمل لي الموضوع ده. طيب بعد الكونتر باس انا ضفت آلة التشيلو، عارف اللي بيبقى بيبني من تحت الهرم، قاعدة بتاعت الهرم، وبعدين يطلع 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 لغاية ما يوصل لقمة الهرم. انا بنيتها كده، اختياري كان كده. ناس ممكن بتعملها بطريقة تانية، ممكن انت الفكرة اللي تجيلك نفسها تحكمك، تلاقي الفكرة بتاعتك طلعت الاول من راس الهرم ونزلت بعد كده عملت بقية كل حاجة. بس ايه الفكرة دي؟ لما انا حبيت اعملها لقيت ان انا بتجه ان انا اطلع من قاعدة الهرم لفوق. طيب نسمع بقى التشيلو. لقيت التشيلو بتاعي بيعمل مع الكونتر باس اللي الاول هعمله الاول لوحده، وبعدين نسمع مع الكونتر باس هيبقى عامل ازاي. هو عامل زي الكونتر باس بالظبط، انا اخترت التشيلو والكونتر باس اللي هي نوت قصيره، نوت قصيره الاثنين. نسمعهم الاثنين مع بعض هيبقوا عاملين ازاي. ضفت كمان معاهم تشيلو بيعمل نوت طويلة شوية. نسمعهم التلاتة مع بعض.
طيب نسمع بقى كله مع الفلوت بتاعي اللي هو انا بدأت بيه اللي هو هيبقى فيه اللحن بتاعي. عملت ايه الفلوت بتاعي؟ نسمع كله مع بعضه. ماشيين مع بعض دلوقتي. الهارمون اللي انا حطيته مشي مع اللحن اللي انا مركبه اساسا، وعارف ان انا هقف على كل الكوردات ديت في الاوقات المعينه دي، وده اللي عكسه الهارموني بتاعي. طيب نسمع بقى لما هضيف مثلا الالات الاولانيه. اول حاجه اله الكمانجا الاولانيه، ومعاها اله تانيه كمانجات بتعمل بيسيكاتو اللي هو بننقر الاوتار بالاصابع بتاعه العازف، يعني تن 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 تن. فنسمعهم مع بعض. عندي فايولين 1 وفايولين 2، كمان جات على اليمين وكمان جات على الشمال. طبعا بعد ما بنعمل الصوت اللي هو دوت، انا عايز ادخل بقى كمان بالكمانجات الطويلة بقى اللي نسمع الكمانجات الطويلة لما تدخل معايا. نسمع بقى كمان لما تدخل عندي آلة الفيولا. آلة الفيولا دي ما بين الكمانجا وما بين التشيلو، وآلة الفيولا هي أقل حدة من الكمانجا شوية، بس مش غليظة في غلظة التشيلو. فنسمع بعد ما هضيف الفيولا. سامعين صوتها الرخيم اللي ورا بيزيكاتو؟ لحد كده كويس قوي. محتاج بقى آلات إيقاعية تعمل لي إيقاع من تحت. طيب نشوف الآلات الإيقاعية دي ايه. مثلا الآلة الإيقاعية اللي انا اخترتها في التمباني، الآلات الإيقاعية عندي هنا، محتاج اكبر بس التراكات شوية عشان اشوفهم، لان انا حطيت لهم الصور بتاعتهم كمان عشان اعرف. الإيقاع عندي هيبقى بدول. طيب نسمعهم بقى كلهم مع بعض. سولو كونترباس، معانا تشيلو، معانا التشيلو، معانا التشيلو التاني، معانا التشيلو التاني، معانا الفيولا، ايوه معانا الفيولا، معانا الكمانجات، معانا البيزيكاتو ديت، ومعانا ديت، والفايولين 1، واحنا خدنا معانا كمان الايقاع. نسمع بقى كده. بقى في ايقاع عندي دلوقتي ركب معايا. لقيت كمان عندي نوع من الدفوف. الدفوف ده لما بيركب بيعمل الصوت دوت مع الميكس دوت، حاجة بسيطة يعني. فده الدف اللي انا استعملته. نسمع بقى مع الايقاع. الدررم دوت من آلة اسمها التمباني. التمباني ديت آلة الإيقاعية بتعمل رول كده، اللي هي طوبة كبيرة كده تعمل رول، بيستعملوها في التأثير الدراماتيكي. وأنا كمان ضفت على حاجة اسمها أوركسترا ستارت، دي بتعمل برضو صوت خبطة كده في اللي الأوركسترا تبدأ بيها. وفي حاجة كمان اسمها رايز،
رايز ديت هتلاقي صوت وش طالع معايا. نسمع الاصوات دي لوحدها كده، هسمعكم صوت الاوركسترا ستارت والرايز. شوف مثلا هشغل الدف عشان يبقى فيه معانا صوت ايقاعي ماشي. ده صوت الاوركسترا اللي هي الخبطه يعني. اما الوش بقى اللي هي هنبدا بيها عشان ندخل، ده بقى هنستعمله دلوقتي هنسمعه. نسمع بقى مع الايقاع كلهم بقى يبداوا مع بعض، فنسمع الدخله بتاعتي هتبقى عامله ازاي. تمام كده. طيب شغل بقى مع الطبول كمان. كده المفروض الاوركسترا هتدخل. طيب نسمع بقى كله مع بعضه بعد ما انا دخلت الاوركسترا بقى كلها. هدخل معايا الكمانجات نسمعهم كلهم. دلوقتي لما بقوا اتنين خطين ماشيين مع بعض. طيب ابدا بقى كمان هضيف الاوبوه. الاوبوه دي الاله اللي كان بيعزفها عبد الحليم حافظ، صوتها جميل بصراحه وعجباني. نسمع صوت الاوبوه. هي مشهوره جدا في اعمال فيروز والاعمال اللي بتبقى فيها اوركسترا يعني عاليه كتير. فالأوبوة دي لما نضيفها على المجموع هيبقى عامل كده. طيب انا ضفت بقى كمان آلة اسمها الباسون. الباسون دي عبارة عن آلة نفخ خشبية، آلة نفخ خشبية بس بيس شوية عن الكلارينيت مثلا والأوبوة. فنسمعها كده بتبقى عاملة ازاي. طيب نسمع الباسون بقى لما بيخش معايا في اللحن. وكمان هدخل حاجة اسمها الفرنش هورن. دول هيعملوا معايا لحن في القمة بتاعتي لما ابتدي اعلى بالموضوع. ومعايا كمان ترومبون بيعمل صوت بيز يعني. فهنسمع التلاتة دول مع بعض هيعملوا لي ايه يعني. ادي الباسون. ماشي. طب نسمع لما هنضيف الفرنش هورن. نسمع اللي هم الاثنين الترم الابواق الفرنسيه فرنش هورن بيسموه. صوت فيه عظمه كده ممكن يعلي لي في الجزء بتاع العالي دوت، فانا عامله بس في الجزئيه ديت. نسمعهم بقى كلهم مع بعض. مع الفلوت. لو تلاحظوا الموضوع مش هيصة، مش كل الآلات ماشية من أول اللحن لآخر اللحن، حاجات بتقول وحاجات ترد عليها وحاجات تطلع وحاجات تعمل أصوات دقيقة. واللي كان عامل صوت عالي من خمس دقايق عامل دلوقتي صوت دقيق وأوتار بتتعزف مثلا، وبعد كده ما يخلص يروح عامل صوت كمان جناعم ماشي. الموضوع مش هيصة. هو ده التوزيع بقى، هو ده التوزيع الموسيقي، انك انت الموزع الموسيقي يبقى عنده السنس الفني اللي في قلبه عمل هو عايز يخرجه، يعمل دي كده ويعمل دي كده ويجربها وبعدين طب حلوه. انا بقول لكم الكلام ده سهل دلوقتي، انا عملته دلوقتي يعني قدامكم كده في دقيقه.
اخد مني وقت طويل عشان اقعد افكر فيها، يعني يوم كامل عمال اجهز في الحاجات ديت، وابدا بتراك تراك وعلى الكيبورد اللي ورايا ديت ابتدي ادخل آلة آلة، وبعدين في الاخر اشوف ايه اللي ناقصني، طب محتاج ايه. يعني هقول لكم مثلا بعد ما عملنا كل الالات دي كلها، فضل آلة واحدة بس هي اللي هنشرحها دلوقتي، اللي هي الصوت البشري. الصوت البشري في لقيت فيه تطبيق مجاني على كونتاكت، الكونتاكت اللي هو البرنامج مشهور، هنقوله برضو في خلال الايام الجاية دي. البرنامج الكونتاكت دوت عليه آلة ممكن تضيفها عليه في الراك بتاعه، يعني بيطلع لك اصوات بشرية. هو طبعا الكونتاكت بلاير اللي انت بتجيبه مجاني دهوت قدامك 15 دقيقة بس، يعني انت هتركب الصوت دوت في 15 دقيقة وبعد كده تعمل له رندر، يعني تقلبه ملف صوتي فخلاص تحتفظ بيه على طول يعني. بعد كده بيوقف فتضطر تقفل السوفت وير وتفتحه تاني عشان لازم تشتري نسخة بتاعتهم، بس انا استعملت النسخة المجانية فعملت الصوت اللي انتوا هتسمعوه دلوقتي دوت للأصوات البشرية. كيبورد مفاتيح على الكيبورد، نسمعها بقى مع اللحن كله بقى، هي دي بتلضم كل حاجة مع بعضيها. نسمع كده، هيسكتوا في النص شوية. الدف بيخلص معايا براحته كده، وسمبالة في الاخر. طيب احنا شفنا كل العمل الاوركسترا دوت بدأ بالعمل البسيط خالص اللي احنا قلنا عليه في الاول، هو ده الهيكل، هو ده الهيكل اللي احنا بنينا عليه الرؤية الاوركستراليه دي. ده الفرق ما بين لحن وبعدين تضيف عليه شوية هارموني اللي هو الكوردات اللي محطوطة في البيانو ديت، وبعد كده تقلب الكلام ده كله لآلات اوركسترا ازاي. طبعا احنا هنعمل توزيعات في المستقبل لحاجات زي دي، يعني هنعمل حاجات اوركسترالية وهنعمل حاجات باند صغير، فرقة صغيرة، افكار جديدة وجميلة ممكن نعملها، وافكار هتتعمل بالجيتار وهننفذها بالجيتار سوا. لحد دلوقتي ده الارينجر، ده الموزع الموسيقي. ممكن يكون المؤلف الموسيقي هو الموزع الموسيقي على فكرة، لو انا كنت انا اللي عامل اللحن دوت وانا في رؤيتي كل الرؤية ديت هركب الاوركسترا وهيبقى تمام التمام، وهبقى انا مبسوط بالعمل ككل اللي انا عملته. يعني ممكن انا اعمل دوت، وممكن انا اعمل اللحن الاساسي زي ما داود حسني عمل اللحن الاساسي بتاعه، وانا بعد قرن من الزمان اخدته ولعبت بيه بالات الاوركسترا وابتديت اشتغل. الاوركسترا دي يا جماعه دي الاوركسترا المجاني، في اوركسترات بتتباع طبعا بفلوس كتيره، وطبعا اصواتها تبقى ادق وتلاقي تنويعات كتيره واصوات. خلي بالك احنا لسه ما عملناش ميكس لاي حاجه خالص، انا لسه ما وطيتش وعليت والكلام ده كله، كل الكلام ده بالسنس بتاعي بالعزف بس، والتحكم بتاعي بيبقى شبه افقي. العلو بتاع الاصوات بتاعي كله شبه
متساوي يعني، واخد بالك؟ بعد كده بقى بتيجي بقى فكره ان مهندس الصوت بيقعد عليه بقى ويدخل هنا الالات اللي ورا، يحط لها اصوات تبقى مثلا في العمق اكتر شويه، يبتدي بالايكولايزر يشتغل عليها، يبتدي يعدل الاصوات دي، بعد كده في الاخر يعمل لهم بقى كلهم الصهر في البوتقه كلهم، بحيث يبقوا قالب واحد كلهم، ما تبقاش سامع فرق في الكواليتي او فرق في المستوى او فرق في الفريكوانسي، او في اله مش باينه مستخبيه مش عارف تطلع صوتها انت. فبيطلع كل الكلام ده عن طريق مهندس الصوت اللي بيعمل الميكس والماسترينج بعد كده بالاضافات اللي هو فيها. هو الراجل خلاص الارينجر خلص التوزيع الموسيقي بتاعه، هتروح بعد كده بقى للراجل اللي هيخلط الخلطة ديت ويطلع لنا العمل الفني. ده كان بدايات التوزيع، بدايات التأليف والتوزيع الموسيقي. وكل واحد بعد كده بقى قدامك الافق تقدر تعمل اللي انت عاوزه. احنا هنا في القناة بتاعتنا هنحاول نساعد كل شوية بأننا نعمل فكرة اتنين تلاتة ونشتغل عليها مع بعض، ودينا نتسلى، وفي نفس الوقت اوريكم نموذج عملي للناس بتعمل ايه فعلا لما تيجي تركب افكارك، وانت مش صعب عليك خالص تركب انت افكارك الموسيقية. واشوفكم الحلقة الجاية.